نحن اليوم هناخد معلومة صغيرة بالنسبة لقواعد المنظور وان فينيشن بوينت. أول شيء مثل ما قلنا بنحط مستوى النظر اللي هو الهوريزونتال لاين. أوكي، هذا الهوريزونتال لاين اوريدي نحن شو قلنا بده يكون مستوى النظر من نظري. لك أنا هلا إذا أنا واقف هون، إذا أنا واقف هوني، هيدا أنا هلا جسم الإنسان، قسم اتنين قسم اتنين قسم اتنين بيطلع معي الراس، بيطلع معي الراس يمين راس شمال، طلع معي العرض الجسم، وهيدي الجسم عندي اياه. اوكي، هذا الجسم عم بيطلع لوين؟ لكن نقطة نظري هلا، نقطة نظري وين؟ هون نقطة نظري على مستوى هذا بسموه مستوى نظري، طوله 160 سنتي عن الأرض. قديش طوله هلا هذا الشخص؟ 160 سنتي. اوكي، هيدي معلومة. طيب هيدي أرض، هيدي شو؟ الأرض. إذا أنا بدي أحدد نقطة نظري عم بتطلع لهون، عم بتطلع لوين؟ لهون. أوكي، هيدي نقطة مين؟ الفينيشينج بوينت، من نظر من إجري بيروح لوين؟ الفينيشينج بوينت، ومن نظري لوين؟ الفينيشينج بوينت. كل العناصر الموجودة هوني عم بتصغر، لكن هوني إذا نحن قلنا هذا طوله 160، لكن هذا 160 متر وستين متر وستين متر وستين متر وستين للاخر. اوكي، لكن حتى اعرف متر وستين متر وستين لاوصل للسقف، قديش اوصل للسقف؟ بدي متر واربعين بعد، متر واربعين لفوق. هيدا خط وهذا خط. اوكي، لكن اذا انا قاعد بغرفه عم برسم صرت بعرف الارض وينيه، الحيط بوج مني وين هو. اوكي، حددت تقريبا نهايته للحيط او هون، ها صرت بعرف نهاية الغرفة وينية، وهيدي الفينيشينج بوينت تاعيتي، وصرت مستواها صرت بعرفهم. بعد ما علمنا وحبرنا صرت بعرف من النقطة تاعيتي عم باخد بالزوايا وبطلع فيها، بيطلع عندي تقريبا الغرفة اللي أنا قاعد فيها. أوكي، صرت بعرف الأرضية علوها إلى مستوى نظري، هذا مستوى نظري متر وستين سنتي، متر وستين سنتي حددتها. اوكي، علو الغرفة من مستوى نظري، من مستوى نظري وطالع متر واربعين للنازل قديش؟ متر وستين. صوت هولي هولي لازم احفظهم بصم هولي. هلا ركب معلومة صغيرة بس، اذا بدي ركب عنصر هون صرت بعرف هلا الارض وين ما احط الخط فيرتيكال لمستوى نظري بعرف انه هو متر وستين سنتي. هيدا اذا بدي احط عنصر هلا هون، مثلا بدي احط الطاولة هون، حط طاولة هوني، هيدا الطاولة ارتفاع عن الأرض صرت بعرف متر وستين سنتي. لكن بدي حدد قديش ارتفاع الطاولة عن الأرض هلا، صرت بعرف ارتفاعي بارتفاع الأرض لمستوى نظري متر وستين، لأنه أنا هي متر وستين. أوكي، ارتفاع ارتفاع الطاولة عن الأرض لكان سبعين سنتي أو خمسة وسبعين سنتي، تمام. يعني هي من هون لهون ثمانين نصهم، هيدا سبعين. أوكي، هيدي سبعين، هذه اجري الكرسي الطاوله، تمام. هلا اذا اخذتها من هون 70 كبرتها شوي صغيره للمتر، صارت عندي طاوله 70 بمتر. وين بدها تروح الطاوله؟ للفينيشينج بوينت. هذا الفينيشينج بوينت، مثلا بدي فوت بالطاوله اني هلا قديش لجوا؟ تقريبا متر. صرت باخذ من هون قياساتي كلياتهم لانه حطيت خط على الارض. هيدي المتر فوق 80 بشوي صغيره، هيدي متر. لفوت لجوا بدي نصها، هيدي نصها، هيدي الشقفه باخذها لهون، هيدي هي الطاوله عندي. برجع بنزل بخط عمودي بيطلع معي الاجري اللي ورا، خط عمودي بيطلع معي الاجري اللي ورا. هيك بكون رسمت الطاوله. بعد منا بدي اخذ بلاط بالارض، لاخذ البلاط بالارض لازم اخذ من القياس اللي عندي ورا، لانه القياس اللي عندي ورا صار في عندي ستاندر متر وستين سنتي، لا عفوا 3 امتار، 3 امتار متر وستين على متر واربعين. صرت بعرف البلاطة اذا بدي اخذها 80 او متر، باخذها من هذا القياس نصهم 80. صرت بعرف البلاطة على قد 80 80 عم باخذهم سيمتك لبعضهم هول 80، من النقطة للنقطة بقربها، من النقطة للنقطة بقربها، من النقطة للنقطة بقربها، من النقطة للنقطة بقربها. بيكون عندي هلا كل خطوطي وين فاتت، هيدي هنن. اوكي، هلا بدي اخذ البلاطات بالعرض. قاعدة اخذ البلاطات بالعرض هي باخذ خط دايجونال من الزاوية لزاوية الغرفة من محل ما اني قاعد. اوكي، بيعمل انترسكشن بيناتهم،
اوكي هلا هول بياخذهم هوريزونتال ولا بس لحبرون شوي. أوكي. اوكي اخر انترسكشن وعندي هلا النعلي هوني. اوكي بقدر اطلع النعلي 5 سنتي 5 سنتي 5 سنتي. اوكي هيدي المعلومة ما بدي اطول الفيديو مشان اوريدي شو نعرف شو عم نسوي. هيك بكون عملت طاولة صرت بعرف اخد قياساتي بين مين ومين. عم باخد قياساتي بين هذا الخط كل قياساتي وين على مستوى النظر يلي هو الاي ليفل يلي علي على الارض قديش 160 سنتي. برجع باكد على ال 160 سنتي. اوكي عبين غمق بس الشخص. تمام لكن رسمتي هلا اليوم ان شاء الله يكون وصلنا مسج كيف بحدد مستوى العناصر بالنسبة لمين لمستوى جسم الانسان. جسم الانسان علوه عن الارض برجع بكرر علوه عن الارض 160 سنتي بيطلع عندي خط سميته خط الهوريزونتال لاين. هوريزونتال لاين كل خطوطي هلا وين بدها تروح لعنده. نظري بيطلع بيحدد الفينيشن بوينت بدي احدد العناصر بالنسبه لمين للفينيشن بوينت. ويعطيكم العافيه.